يوم عرفة، هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، أحد أيام الأشهر الحرم. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، وهو من أيام ذي الحجة. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وورد في صيام يوم عرفة العديد من الأحاديث، ويستحب صومه لغير الحاج. وروى أبو قدادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة هو أحد أيام أشهر الحج. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هو أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه. قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وأقسم الله تعالى بيوم عرفة لأنه أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها، منبها على عظم فضلها وعلو قدرها. قال عز وجل: وليال عشر. ويوم عرفة يتميز بأنه أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر أضحي. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلا وليس أمرا، اشترك في القناة ودعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.